انا شوف ما شاء الله انا شفت جديده جديده لقيت واحد الحراره من كل الطاقم هنا ورفعوا التحدي انه يفتحوه رغم انه كانت ناس تراهم باللي ما يتفتحش وكثير قال لك مستحيل في ظرف قياسي وراه تفتح اليوم باش اللي يهمني اليوم نحافظ على المكسب هذا درجه ثاني حاجه نحافظ على العلاقات اللي لازم تستمر نخلو المواطن تاعنا كيجي لهذا المكسب كما قلت يجي بارتياح قد تم وضع حيز الخدمه مصلحه الاستعجالات الطبيه الجراحيه للاطفال وذلك بتوفيق من الله عز وجل اولا وبتضافر الجهود للاطقم الطبيه والشبه الطبيه والاداريه واللوجستيكيه وكذلك فتح اختصاصات جديده اللي من القدام ان شاء الله غادي يكون كاين سي سي وغياباد وبيدياتر هادو كاع يكونوا كاينين سور بلاس اون بلوس كاين الطاقم الطبي المتكون من الاطباء العامون كان مطلب كل سكان ولايه بلديه المشريه خفت الضر بزاف خاصة كرهت على الأطفال الصغار نشكرهم جزيل الشكر على هذا تخفيف الضرر على الإخوة شنافة والحمد لله اليوم راه تفتحت ورانا فرحانين